my God! بص انا معايا كوتشينه عاديه الضرب بتاعها عادي تمام ماشي تعرف تقرا؟ اه تمام اقرا عربيه اسامي ممثلين كتير ماشي جورج عصام ماشي تمام كلها اسامي ممثلين تمام دلوقتي انت هتقول ستوب هتاخد كارت مكتوب على اسم الممثل تمام في سرك وما تقولش عليا تمام وري الكاميرا عشري تمام حط هنا كده الكارت فين دلوقتي؟ نص الكوتشين في النص تمام تمام هات ايدك اعمل ايدك دي كده ارفع من اي مكان لفوق المكان اللي انت وقفت عنده هو محمد رمضان اللي انت اخترته ماشي سيب الكوتشينه وعايزك تقول ستوب تاني ستوب محمد رمضان يجي هنا تمام بص تاني ستوب محمد رمضان يجي هنا بص هوريك الكوتشينه كلها مختلفه طيب ايوه كنت عايز اقول دي تمام تاني يا محمد كلها مختلفة لسه اقول كده يلا قول ستوب ستوب محمد رمضان يجي هنا تمام لو عملت محمد رمضان كده هيطلع عندنا فوق محمد رمضان عارف ليه محمد رمضان بيظهر كل شوية؟ لأن الكوتشينة كلها محمد رمضان وأنت ما خدتش بالك من الأول ها؟ لا لا ده تترامس بلد عبد الإمام وياسمين عبد العزيز ايه كده بيضا لا ده انت صعب يا محمد لا لا جامد جامد لك نشكر الساحر محمد للفيديو الجميل استناك بكره زي ما قلت لك انا اللي هجيبلك لحدات عندك طبعا يا جماعه محمد الساحر طبعا دي كانت حاجه بسيطه من الحاجات اللي عنده اللي ان شاء الله هنقدر نعرضها لكم في وقت لاحق بعد كده الراجل عنده موهبه الراجل عنده حاجات كتير بس دي كانت مجرد حاجه والراجل قال انا هاجي اشرب الشاي عندك عمال فقلت له لا ما تمشيش وادي ناس حاجه شكرا يا محمد